بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، بالأمس القريب عندما حملت سيادتكم مسؤولية هذا الوطن وقررت سيادتكم أن تعيد بناءه لتحقق للأمة المصرية آمال الحياة الكريمة واستقلال القرار، كان هناك الكثيرون في الداخل والخارج يرتلون آناء الليل وأطراف النهار أراجيف الخوف والفشل، وكانت هناك قوى سياسية واقتصادية تلعب دور الحيلولة دون أن يتم الله لسيادتكم ما أردته لمصر وشعبها من عزة وكرامة. واجتمع هؤلاء وهؤلاء على أن يزرعوا في نفوسنا خشية الفشل ومظنة عدم النجاح، ولكن سيادتكم احتسبت عملك عند المولى تبارك وتعالى وانطلقت بنا ومعنا على عمل دؤوب وجهد لا يفطر وعزيمة لا تلين، عمل وعرق ودماء. فصدق رسولنا الكريم عندما قال لا تزال فئة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. إن المصريين كانوا دائما على مدار تاريخهم الطويل الضارب بعمق في تاريخ أعرق الأمم ينهضون بالأعمال العظيمة والجليلة، وها نحن اليوم على أرض الواقع الصلبة القوية الدائمة الثمر التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نباهي الدنيا بأسرها بما أنجزناه في سنوات قليلة في جميع ربوع الوطن من مشروعات زراعية وصناعية عملاقة. سيادة الرئيس، تعلمنا من سيادتكم أن الشعب والقوات المسلحة منصهرون في بوتقة واحدة، فكان هذا مبدأنا في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وانصهرنا جميعا مدنيين وعسكريين في كيان واحد. كما نود أن نؤكد لسيادتكم أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا يعاهدكم ويعاهد مصر على استمرار العمل ليلا ونهارا رافعين شعار الجهد المخلص والجهد المتواصل من أجل إتمام آمالي وطموحات الشعب المصري في غذاء آمن واكتفاء ذاتي من زراعة أبنائه في أرضه الطيبة. واسمح لي سيادتكم أن أتقدم بعرض مراحل تطور مشروعات جهاز مستقبل مصر وخطته وأهدافه. احنا إن شاء الله يا فندم بإذن الله احنا عندنا محتويات العرض، يعني احنا هنا بنشرح التكامل في الإنشاءات وفي أنواع الأنشطة المختلفة للجهاز، مشروعات زراعية ومنطقة صناعية وثروة حيوانية وتنمية عمرانية وقوة عاملة وقطاع خاص والشراكة مع القطاع الخاص ومقومات النجاح وشركاء النجاح ومستقبل مصر في أرقام. احنا هنا حضرتك بنتكلم على مفهوم التوسع الشامل، وبنتكلم لسيادتك أوليتم هذا القطاع أولوية كبيرة في النطاق الاقتصادي. احنا بنتكلم على قطاع يمثل 15% من الناتج القومي المصري، يحتوي على 25% من الأيدي العاملة في جمهورية مصر العربية، إجمالي صادرات الحصيلات الزراعية والتصنيع الزراعي قدر ب9 مليار دولار، وحنوضح دور الجهاز في كل هذه العناصر. مخطط الدولة إضافة 4 مليون فدان. احنا هنا فندم جهاز مستقبل مصر بنتكلم عن تدرج المساحة المستهدفة للاستصلاح، مرور سريع من 2018 حتى 2024، وما هو المستهدف في 2027. نتكلم بداية 30,000 فدان وانتهاء المستهدف ان شاء الله ل4.5 مليون فدان استصلاح. حضرتك احنا هنا فندم بنتكلم عن المشروعات الزراعية، جهاز مستقبل مصر عنده عدة من المشروعات الزراعية الموجودة. احنا بنتكلم في البكورة هي الدلتا الجديدة وسيناء والسادات والمنيا وبني سويف والكفرة والدخلة العوينات، وحنتحدث هنا احنا ليه انطلقنا في الصحراء الغربية. احنا هنا بكورة التنمية فندم كانت سيادتك من المكان اللي احنا موجودين فيه على محور تحيا مصر هي الدلتا الجديدة، وهي تمثل 2.2 مليون فدان، وهنا بنبين حجم وضخامة الانفاق الاستثماري في هذا القطاع من شبكات وبسترات وطرق ومحطات كهرباء
وأيضا هدرات أعمال صناعية وأجهزة ري محوري، وحنتطلع في هذا العرض برضو شركاء التنمية وكل جهات الدولة تكتفت من أجل إنجاح هذا المشروع. احنا بنتكلم هنا على مشروع الدلتا الجديدة، بنتكلم على مرحلة أولى كانت على المياه الجوفية، بنتكلم على مرحلة تانية حضرتك هنا احنا بنتكلم على التحدي كبير بعد ما عرضنا على سيادتك التحدي اللي كان واجهنا من المياه الجوفية، وسيادتك وجهت بفكرة معالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها بدلا من إهدارها وإرمائها في البحر المتوسط عن طريق البغاز. وهنا يعني بالتعاون ليه دور كبير، وبنبرز دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ان هي قامت بدور كبير في موضوع المسار الناقل لأكثر من 166 كيلو لمحطة معالجة تقدر ب 7.5 مليون متر مكعب، وهي تعد أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي. فاحنا هنا قدام برضو تحدي كبير، والمفروض ان احنا ان شاء الله انتهاء في 2025 هيكون المسار ده بالكامل داخل مؤمد عليه مساحة زراعية مستصلحة 2.2 مليون فدان. فهنا الخريطة قدام حضراتكم بتبين حجم، اولا الجزء اللي فوق ده صورة من الأقمار الصناعية بتبين حجم الزراعات وتوسع الرقعة الزراعية الموجودة في طريق محور الضبعة. تقريبا يا فندم احنا هنا تقريبا حوالي 144 كيلو على طريق محور الضبعة. مشروع المنيا وبني سويف، هنا حضرتك يا فندم قدام زيادة الأيدي العاملة، وسيادتك دايما بتوجه بفكرة قبل اقتصاديات المشروع ان احنا ازاي نحد من البطالة ونزود من الأيدي العاملة، وعشان يخشوا في سوق العمل ويكتسبوا خبرات كثيرة. فاحنا هنا بنتكلم على 62 فدان على طريق أسيوط الشرقي، بنتكلم على حجم إنفاق ضخم، بنتكلم برضو احنا عن محافظتين في المنيا وبني سويف. مشروع سنابل سونو هو أيضا احنا بنتكلم على مدينة أسوان، وهي يعني أفضل القطاعات الاقتصادية فيها وقطاع السياحة، وسيادتك وجهت ان احنا نضيف قطاع زراعي هناك عشان نزود من الأيدي العاملة ونحد من البطالة في مشروع ل 650 ألف فدان. وكما هو موضح أمام حضراتكم حجم البنية التحتية العملاقة التي يتم تنفيذها الآن. قطاع السادات يا فندم، احنا هنا امام قطاع من افضل اراضي الزراعية من حيث التصنيف الحقلي ومن حيث المياه الجوفية، وافضل قطاع في عوائده المالية، وايضا احنا امام مشروع اخر في الدخلة والعوينات. وكنا فندم يعني بعد وزارة الري كانت اوصت بوجود خزان جوفي في منطقة الدخلة العوينات، وكان لسه يعني كان في فكرة ان احنا هنعمل ابار استكشافية، سيادتك وجهت ان احنا نبدأ باول 15,000 فدان بدلا من ان يكونوا ابار استكشافية فقط والدراسات يعني تاخد وقت طويل. سيادتك وجهت ان هم يكونوا 15,000 فدان بدل ما هو استكشافي تكون ابار انتاجية، والحمد لله المعدلات ومعدل الاستعاضة ومعدلات التصرفات المائية الحمد لله كانت جيدة، واوصينا بعد ذلك ان احنا سيادتك بناء على التوجيهات ان احنا نتوسع ل 660 الف فدان، وحاليا احنا بننفذ مشروع الكفرة حاليا سيادتك تحت الدراسة لمشروع 600 الف فدان. احنا امام مشروع في يقع على الخزان النوبي، وتصرفات المية اوصت بها وزارة الري، حاليا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد توجيهات سيادتك بتشرف حاليا وبتنفذ طريق بطول 200 كيلو عشان نقدر ندخل المعدات ونبتدي الشغل إن شاء الله من أغسطس القادم. أيضا سيادتك إحنا أمام الصوب الزراعية باللهون، إحنا هنا برضو أمام تحدي كبير سيادتك لي مع المية. المياه مورد نادر غير متجدد، ودائما سيادتكم بتوصوا بإن إحنا نستخدم فكرة إن المية أو الصوبة محطة تحلية. فإحنا حاليا يا فندم بننفذ مشروع 12,000 فدان، إحنا في محافظة من الأشد احتياجا وهي تقع بين الفيوم وبني سويف. طبعا حجم العمالة اللي موجود هناك فندم سواء العمالة المباشرة أو الغير مباشرة كثيف. المشروع فندم يعني بينتهي خلال أيام قليلة، خلال 30 يوم يتم الانتهاء من المشروع. وهنا برضو هنبرز دور التنفيذ والتشغيل على التوازي. احنا هنا حاليا بدأنا نزرع حوالي 60% كل المساحات اللي دخلت الخدمة ان شاء الله فندم الحمد لله تم زراعتها. واحنا هنا بنوضح حجم الانفاق الاستثماري ايضا من كلاسترات
صوب. احنا عندنا 1120 صوبة، بنتكلم عن صوب اسباني بنظام الهاي تكنولوجي، وايضا بنتكلم على صوب مصري. الصوب الاسباني تقريبا حوالي 6×6 فدان، والصوب المصري هكتار مساحتها. بنتكلم على بوسترات، بنتكلم على محطة كهرباء 60 ميجا فولت امبير. ايضا يا فندم احنا هنا في محور الضبعة، بعد التوجيهات بالتوسع في الصوب الزراعية وصوب صوب الهيدروبونيك للحفاظ على المخزون المائي وعدم إهداره وزيادة الإنتاجية، احنا بنتوسع أيضا في محور الضبعة. وأيضا هنسلط الضوء هنا ليه التوسع في محور الضبعة في المنطقة اللوجستية تحديدا، وبجوار أكبر سوق موجود في مصر على مساحة حوالي 500 فدان. برضو بنتكلم على صوب 690 وعدد ضخم من محطات الرفع وأيضا من البنية التحتية. احنا هنا سيادتك قدام 150 ألف فدان جهاز مستقبل مصر بيديرهم في ربوع الوطن في أماكن متناثرة ومتفرقة، في الإسماعيلية سيادتك وفي أسوان وفي أسيوط وفي قنا في أماكن متفرقة في جمهورية مصر العربية. والحمد لله سيادتك من العامل البشري احنا دائما بنحاول ندخله في سوق العمل، والحمد لله يعني في تميز وفي اكتساب لخبرات كبيرة جدا في هذا القطاع. احنا هنا سيادتك فندم، سيادتك واجهت لجهاز مستقبل مصر بان هو يساهم، وهذا كان شرف كبير جدا للجهاز انه يساهم في تنمية سيناء. واحنا هنا امام مشروع ضخم جدا، ايضا احنا امام محطتين من محطات المعالجة للصرف الزراعي. احنا امام محطة بحر البقر 5.5 مليون متر، او تحديدا 5.6 مليون متر مكعب تصرف. احنا هنا بنجيب من ترعة السلام وبندخلها على الشيخ جابر، وعندنا ثلاث مشروعات. اولا في رابعة وبير العبد مشروع شمال سيناء، وسيادتك دائما يا فندم بتوجهنا باحداث التنمية الشاملة كما تم تنفيذها في الدلتا الجديدة، وان شاء الله ده يكون نموذج من الدلتا الجديدة يتم تطبيقه في سيناء. احنا هنا بنتكلم على وسط سيناء، عندنا مساحة كبيرة في وسط سيناء حوالي 450 ألف فدان، وأيضا احنا بنتكلم على محطة معالجة المحسمة اللي هي تقريبا 1 مليون متر مكعب سيادتك يوم. احنا هنا فندم بنتكلم على مستقبل مصر في حجم الاستثمار الضخم، كفاءة وسرعة التنفيذ، أحدث نظم تشغيل، وبنتكلم على حجم إنفاق استثماري ضخم جدا على مستوى المشاريع. وليه برضو فندم يعني هنا ليه بنقول التنوع الجغرافي؟ التنوع الجغرافي له فوائد اقتصادية كبيرة من تنوع الإنتاج وتبكير الإنتاج أيضا والأيدي العاملة وخروج يعني الذين يعيشون. سيادتك مصر تقريبا احنا عايشين على 9% من المساحة الإجمالية، فمع التنمية الشاملة هيحصل خروج للمواطنين لهذه الأماكن في الصحراء الغربية، وده توجهنا سيادتك وفقا للتوجهات الصادرة من سيادتك فندم. أحدث نظم تشغيل، احنا قدام أنظمة كتيرة جدا احنا بنستخدمها، سواء في أنظمة الإدارة، احنا كل يوم بنطور من نفسنا في أنظمة الإدارة، سواء الإدارة المالية أو الإدارة الفنية. وأيضا بنتكلم على الإدارة الفنية، فاحنا بنتكلم عن منظومة كبيرة جدا للإسكادا سيستم، التحكم في المياه والطاقة، لأن ده أمر كبير جدا. المياه والطاقة في هذا المشروع تمثل 30% سيادتك من التكلفة اللي احنا سيادتك بنتكلفها أثناء الأوبريشن كوست. احنا بنتكلم على 12000 جهاز ري محوري، اعمال صناعيه عديده جدا 1050، بنتكلم على 1500 كيلو مسارات نقل مياه، بنتكلم على 23 محطه كهرباء، وحنبرز دور وزاره الكهرباء وشركاء التنميه فيما يقوم به الجهاز من تنفيذ. بنتكلم على 3 محطات معالجه، تحدي كبير للميه، بنتكلم على 8000 شبكات ري و12000 كيلو طرق خدميه و50 محطه رفع. احنا هنا فندم حبينا نسلط الضوء على جهاز مستقبل مصر، الماضي والحاضر والمستقبل. احنا هنا بنتكلم على قمح 10 ل 12 مليون طن استيراد سنوي لجمهورية مصر العربية، الجهاز ساهم خلال الست أعوام بمليون تقريبا و100، بنتكلم في 324 مليون دولار. أيضا هنا 2.2 مليون طن سكر إنتاج سنوي، عندنا عجز سيادتك فيه يعني دائما في السكر تقريبا من 700 ل 800 ألف طن بنستوردهم من الخارج، الجهاز كان ليه دور كبير جدا في الزراعات الآلية، وجهاز مستقبل مصر يمثل 70% من الزراعات الآلية في جمهورية مصر العربية. بنتكلم عن فرصة
بورصة بديلة وإحلال واردات بمليار 375، أيضا الذرة بنتكلم عن 360 مليون دولار، أيضا البصل بنتكلم على 600 ألف طن مصر بتصدرهم سنويا وبتنتج 3 مليون طن وبنستهلك إحنا حوالي 2 مليون طن، بنتكلم عن 900 مليون دولار إحلال واردات، أيضا البطاطس بنتكلم عن من 800 ل 900 ألف طن مصر بتصدرهم، احنا عندنا حوالي حضرتك انتاج خلال 3-6 اعوام 3 مليون طن، مليار 350 مليون. نجح جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق 4.3 مليار دولار في هذه في الفترة السابقة عن خلال الست أعوام ما بين فرصة وفرصة بديلة لإحلال واردات وصادرات في من محاصيل استراتيجية وخضر وفاكهة خلال الست أعوام السابقين. المنطقة الصناعية، احنا هنا فندم قدام حاجة مهمة جدا، وهو دايما لما بنتكلم عن هرم القيمة المضافة من الناحية الاقتصادية كل ما يعني صعدنا للأعلى احنا محيط التكلفة الاستثمارية بيقل، فاحنا هنا بنتكلم على قيمة مضافة والعائد على الاستثمار بيزيد. احنا نتكلم على حجم كبير جدا، كنا ذكرنا في هذا العرض ان احنا عندنا صادرات بتسعة مليار دولار منهم ستة ونص بس، او اسف فندم 5.4 خاص بس من التصنيع الزراعي. احنا قدام الاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، المنتج اللي احنا بننتجه، تلبية متطلبات السوق المحلي. وعايزين نسلط سيادتك الضوء هنا ان سيادتك دايما بتوجهنا بان احنا دايما التكاليف الاستثمارية الكبيرة والمشروعات الضخمة تتكلفها الدولة لكي تهيئ المناخ للقطاع الخاص انه يعيد استثماراته بما يحقق له العائد عليه وعلى المواطن وعلى الدولة المصرية، وده دورنا سيادتك في الحجم الاستثماري الكبير اللي ما بيقدرش عليه المستثمر من القطاع الخاص. نتكلم على استهداف اسواق خارجية وتصنيع زراعي وشراكات مع القطاع الخاص ينفذها الجهاز. التصنيع الزراعي سيادتك بالدلتا الجديدة، احنا فندم عندنا ثلاثة مرحلة أولى بنتكلم على 3.4 مليون طن خام، وده رقم كبير في المرحلة الأولى، انتهاء إن شاء الله سيادتك في 7-25 لهذه المرحلة. احنا بنتكلم على مصنع مركزات برتقان ورمان، واحنا هنا طبعا فندم بنتكلم عن نظم الإدارة الحديثة، ودايما احنا بنعمل فيزابيليتي ستادي قوية جدا لإنشاء كل هذه المصانع بعد التوجيهات اللي بتصدر من فخامتك يا فندم. احنا بنتكلم على 250 ألف طن خام، 26 ألف طن إنتاج تام. البرتقان والرمان تحديدا احنا عندنا طبعا أي مصنع بنعمله بنحب نعظم الاستفادة منه على مدار ال 12 شهر، ليه علاقة بتوقيتات الحصاد. عندنا البرتقان حصاد يناير وفبراير ومارس وإبريل، فعشان نعظم الاستفادة من الكوادر البشرية اللي موجودة داخل المصنع، فيجي بعد ذلك الرمان بيبقى الحصاد بتاعه في شهر 9 و10 و11 و12 عشان نحقق أعلى قيمة مضافة من هذه المصانع. مصنع الخضار المجمد بنتكلم عن 30 ألف طن إنتاج تام، مصنع البطاطس بنتكلم عن 80 ألف طن خام و40 ألف طن إنتاج تام، بنتكلم عن 7.2 طن ساعة خط إنتاج. وإحنا هنا فندم هنسلط الضوء على حتة بس ستك، حجم تجارة السوق العالمي في البطاطس النصف جاهزة هو 17 مليار دولار، يسعى وفي 2032 حيصل ل 31 مليار دولار، يسعى جهاز مستقبل مصر إن هو ياخد شير من الحصة العالمية. بنتكلم على مصنع سكر 2.5 مليون طن، وهنا فندم إحنا بنلقي الضوء على حتة معينة بعد يعني بالتواصل دائما ومراكز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة. احنا هنا دائما مواعيد زراعة البنجر بتتم في شهر من اول شهر 9 و10 و11. المصنع ده انتاجه 12 ألف طن، بيستقبل 12 ألف طن يوم. احنا هنا هنعظم الاستفادة ان احنا هنبتدي نزرع بنجر من شهر 7 و8 بعد البحوث الزراعية اللي تمت وبعد التجارب اللي تمت على الارض، ان احنا نقدر نعظم الاستفادة بدل ما المصنع يشتغل 160 يوم نقدر نشغله 250 يوم، فبالتالي عظمنا من الطاقة الانتاجية والكوادر البشرية اللي موجودة. امام ثلاجات تبريد 90 ألف طن وستك اصدرت توجيهات بزيادتها، امام مصنع علف وانتاج داجيني بنتكلم على 150 ألف طن منتج تاجي، بنتكلم على مصنع نشا وجلوكوز بيستخدم فيه صناعات عديدة جدا، أيضا بنتكلم على مصنع توم وبصل مجفف. جهاز مستقبل مصر هو تنمية شاملة سيادتك في شتى المجالات، بنحاول نعظم الاستفادة طول الوقت لتحقيق أعلى عائد لصالح الدولة المصرية والمواطن. احنا سيادتك كلفتنا فندم
إدارة التصنيع الزراعي بقها وإدفينا، وتم دراسة الموقف بالشراكة مع وزارة التموين. إحنا أمام عدة مصانع وأمام إنتاج ضخم 385 ألف طن تقع هذه المنطقة بمدينة السادات. إحنا هنا برضو أيضا أمام 30 ألف طن منتج تام، أمام سيادتك فواكه 94 ألف طن، أمام طماطم 26 ألف طن، أمام حضرتك هنا مصنع للمربى والصلصة أمام 28 ألف طن و25 ألف طن، ومصنع العصائر. وهنا بيتم الدراسة إن إحنا سيادتك نخرج من فكرة التترا باك دائما، بندرس سيادتك إيه الحاجة اللي ممكن تقلل التكلفة بتاعتنا، وبنشتغل على فكرة البي تي. فان شاء الله باذن الله يا فندم المصانع دي كلها حاليا بيتم تنفيذها كمرحله اولى، وان شاء الله انتهاء في حوالي سيادتك 16 شهر. جهاز مستقبل مصر والمحاصيل الزراعيه خلال الخمس اعوام القادمين، الرقم ده سيادتك احنا ده وفقا لحسابات، وحسابات سيادتك يعني صحيحه ومؤكده، وهي حسابات متواضعه. احنا بنتكلم على احلال واردات خلال الخمس اعوام القادمين على 2 مليون طن هيضيفهم الجهاز، بنتكلم على 200 الف طن ذره، وهنسلط الضوء على الذره تحديدا سيادتك في هذا العرس اليوم اللي سيادتك بتشرفنا فيه افتتاح الصوامع والذره. وهنذكر سيادتك دلوقتي ايه المشاكل اللي بتواجهنا في الصناعات العلفيه. احنا امام 400 الف طن سكر عشان نحاول نصل للاكتفاء الذاتي، لان احنا العجز دائما بيصل من 600 ل 400 وهو متردد يعني. فامام 3.7 من 10 مليار دولار احلال واردات، بنتكلم عن زياده من 20 ل 25% عن الرقم الحالي لصادرات مصر، بنتكلم على 2 مليار دولار في زراعات وأنواع خضر متفاوتة سيادتك ومختلفة. سوف يساهم جهاز مستقبل مصر بخمسة وسبعة من عشرة مليار دولار سنويا عن طريق إحلال الواردات للمحاصيل الاستراتيجية وزيادة حجم الصادرات. سيادتك وجهت ان احنا فندم يعني بعد التوسع الزراعي لمواكبة هذا التوسع ان احنا نعمل سوق ضخم يقدر ان هو يجذب كل المستثمرين في هذا القطاع، ويكون له دور كبير جدا في الغاء دور الوساطة وتحديد السعر وايضا السياسة الزراعية. سوق ليه دور كبير جدا هيقوم سيادتك، هو هيتم انشاؤه والانتهاء منه خلال 9 شهور طبقا لتوجيهات سيادتكم. سوق يتواسع مع يتناسب مع حجم التوسعات الزراعيه، واحد من اكبر الاسواق العالميه للتسويق، تخفيض التكلفه الخاصه بالنقل، توفير منتجات للمواطن بسعر مناسب. احنا امام سوق افندم حجم التداول الخاص بيه 12 مليون طن في اسواق فاكهه وثلاجات موز واسواق الخضار والبقوليات واسواق الفاكهه الموسميه، وايضا في مركز مال واعمال ضخم وفي بورصه زراعيه. سوق هيكون ليه دور كبير جدا في الاقتصاد الزراعي في مصر، وسيادتك امرت ان يتم الاستنساخ منه زي ما في غرب القاهره يتم الاستنساخ منه في شرق القاهره. واحنا سيادتك في تواصل مع مجلس الوزراء ان احنا ان شاء الله نبتدي في التنفيذ خلال شهر او شهر ونص يا فندم. صوامع تخزين الغلال، احنا قدام سيادتك حدث موجود يعني له فوائد عديده. اولا احنا بنتكلم على تصنيع داخل جمهوريه مصر العربيه، بنتكلم عن شركه صيني قامت بتوطين الصناعه هنا سيادتك في المصنع الخاص بها وطورت منه التعاقد بالعمله المحليه ل 500 الف طن، تعد سيادتك 16% من السعه التخزينيه داخل جمهوريه مصر العربيه. بنتكلم على ان مصر سيادتك فيها سعه تخزينيه 3.8 من 10، اكبر سيادتك صوامع متصله، الاريا الواحده سيادتك بيبقى فيها 120 الف طن، 4 اريا موجودين. سيادتك امرت بتنفيذ 100 الف طن سيادتك في العاصمه الاداريه، والجهاز يقوم على تنفيذهم، يبقى اللي بينفذوا الجهاز حاليا سيادتك حوالي 600 الف طن. بنتكلم على صوامع مجهزة بنظام لأول مرة يكون موجود في مصر هو نظام الدراير، عندنا مجففات تقريبا بتجفف 2 مجفف لكل اريا 120 الف طن، تجفيف سيادتك 100 طن ساعة، لها دور كبير. احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن الذرة وايه الفوائد اللي هتقع علينا جراء ذلك، احنا بنتكلم ان الذرة دايما موعد الزراعة الامثل ليه هو في شهر 3 و4 عشان نسبة الرطوبة، فهنا نقدر ان احنا ندخل هذا التحدي ان احنا نزرع في شهر يناير
يناير في آخر يناير في أول فبراير عشان أقدر أخد النهاردة، لأن المجففات اللي موجودة بتنزل الرطوبة ب10% من الرطوبة بتاعته، لأن الذرة لازم يكون نسبة الرطوبة بتاعته لا تتجاوز من 13 ل 14%. فده الحمد لله أول مرة يكون موجود في مصر عشان يعني ما نروحش لفكرة التجفيف الشمسي. الثروة الحيوانية، احنا سيادتك بنتكلم عن التنمية الشاملة، ودايما سيادتك بنبص التحدي فين وايه المشاكل اللي بتواجهنا. الثروة الحيوانية في العالم كله بتشتغل على، هو ده التحدي الرئيسي، بتشتغل على المرعى المفتوحة، فدايما التكلفة عندهم سيادتك قليلة جدا في المناطق اللي احنا، لكن احنا هنا بنتكلم على استهلاك مصر من اللحوم حوالي 1,000,000 طن. مصر بتنتج منها سيادتك 50%. يستند جهاز مستقبل مصر في الإدارة على الحلول المتكاملة. احنا دايما احنا هنا سيادتك بنزرع وعندنا مصانع اعلاف، فبنتكلم على فكره ان احنا عندنا حاليا سيادتك مزارع تسمين ل 18,000 راس في 3 دورات، عندنا مجازر سيادتك في دمياط وفي اماكن متفرقه في السويس وفي الاسماعيليه بنتكلم على 360 راس، بنتكلم على مصنع علف 150,000 طن وهو علف سيادتك للثروه الحيوانيه والداجنه. التنميه العمرانيه. سيادتك هنا فندم احنا هنا في استغلال كامل في الدلتا الجديده لكل الموارد اللي تم ضخها في الدلتا الجديده، فدايما سيادتك بتنادي بفكره التنميه الشامله، ان احنا دائما كل ما يعني قدرنا ان احنا نعمل تكامل في التنميه بنقلل التكلفه على التكلفه الثابته او النهارده عشان خاطر نعرف ان دايما يبقى معدل العائد على الاستثمار اكبر وسريع. بنتكلم على تنميه مستدامه، الهدف الرئيسي لا يمكن الوصول اليه دون الاهتمام بالعنصر البشري. فبنتكلم على مشكلة موجودة عندنا رئيسية هو العنصر البشري، إعداد عنصر بشري قوي، وإحنا سيادتك بنعمل على ده. بنتكلم على مشكلة تانية، 105 مليون مواطن على 9% من إجمالي مساحة مصر وقع اختار سيادتكم أفندم على اسم الدلتا الجديدة، وهو يأتي من رؤية شاملة لمجتمع زراعي صناعي تجاري، بنية تحتية ضخمة، شبكات وطرق سكك حديدية. وده بالفعل النهاردة سيادتك تم إنجاز جزء كبير ونسبة كبيرة منه. بنتكلم بقى أفندم على مجتمع عمراني اخضر، يعني يتناسب مع فكره التخلص من الكربون، فكره الديكربونايزيشن، بحكم وجود مساحات خضراء كبيره جدا بتمتص ثاني اكسيد الكربون. احنا هنا قدام سيادتك مقومات، نتكلم على مدينه بيئيه قوية جدا ينفذها الجهاز مع أكبر المطورين العقاريين، بنتكلم على استفادة من موقع، بنتكلم على أقل انبعاثات كربونية، بنتكلم على كبار مطورين، بنتكلم على مساحات خضراء شاسعة، أكبر البيوت الخبرة، أهداف مجتمع أخضر، تنمية شاملة، مجتمع عمراني جاذب، استدامة، تصدير عقار. احنا طبعا سيادتك فكره ان احنا بنعمل مدينه بعد نجاح فكره العاصمه الاداريه، بنعمل حاجه سيادتك في غرب القاهره بنظام مختلف ونظام فكره انها تعتمد على sustainability. احنا هنا فندم لم يقتصر دور الجهاز على مفهوم التنميه العمرانيه على فكره اقامه مجتمعات عمرانيه، بل سيادتك بيشتغل الجهاز على فكره النهارده اصول الدوله الغير مستغله، وحاليا يعمل الجهاز على ان هو يطور من قريه توت امون الموجوده في اسوان، وده ايضا استغلال وجودنا ان احنا بنعمل مشروعات زراعيه في مدينه اسوان من باب التنميه الشامله دايما. وبنتكلم عن التنميه المستدامه، ان احنا بنعمل دلوقتي سيادتك 250 غرفه جديده تضاف الى القطاع السياحي بمدينة أسوان. القوى العاملة. احنا هنا فندم يعني اسمح لي سيادتك دائما احنا بنتكلم على حجم كبير جدا من القوى العاملة في جهاز مستقبل مصر، واسمح لي ان انا اخرج بره الاطار يعني، ولكن دائما سيادتك احنا بنيجي نعرض على حضرتك مشروعات اقتصاديه، وساعات ممكن نقول ان المشروع كعائد اقتصادي ما بيكونش يعني قوي، ولكن سيادتك دائما بتوصي بفكره زياده الايدي العامله واكتسابهم خبرات، وهم هيبقوا اضافه للقطاع الاقتصادي لمصر ولجمهوريه مصر العربيه. ودائما احنا سيادتك بنحاول ان احنا نتبنى هذا التوجيه، والحمد لله فندم يعني بنحصد ثماره دائما. احنا امام 600 في 2019 600 عامل، مرورا سيادتك بالنهارده 2024 2 مليون عامل فرص غير مباشره و40,000 فرصه مباشره. احنا مستهدفين سيادتك الرقم ده،
3.5 مليون و80 ألف فرصة عمل مباشرة في 2027. وبرضو احنا سيادتك بقى بنتكلم عن الدلتا الجديدة وبنتكلم عن هرم القيمة المضافة دائما، يعني احنا سيادتك بنتكلم على 2027 في 5 أعوام سابقين، كل ما قدرنا ان احنا نعظم الاستفادة ونحاول ان احنا نستغل البنية التحتية دي، كل مدى سيادتك التكلفة الاستثمارية دي هتقل قدام العائد على الاستثمار. القطاع الخاص والشراكات الدولية، أكدتم سيادتكم على ضرورة مساهمة القطاع الخاص في العملية الإنتاجية والتسويقية وتذليل كافة العقبات، وإحنا فندم بنقوم بالدور ده ومتبنين هذه الرؤية والهدف، وبنعمل على جذب وتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، تأسيس عدد من الشركات في مجال الميكنة الزراعية. وإحنا سيادتك مجال الخدمات الزراعية هو مجال هيبقى مجال ضخم كبير جدا لاستصلاح 4.5 مليون فدان، سواء في الميكنة الزراعية أو في السلع الوسيطة أو أساطيل النقل اللي هيتم استخدامها، لان قطاع زراعي بيزود مساحة الرقعة الزراعية بشكل سريع جدا. فده برضو سيادتك اوصيتهم ان احنا نبتدي ونترحب بنظام الاي بي او، واحنا سيادتك بنعمل على ده تحقيق مبدأ الفصل بين الادارة والملكية. وهنا نسلط الضوء على فكرة الملكية، هي فكرة ضخ الاستثمارات الكبيرة التي لا يقدر عليها المستثمر في القطاع الخاص، ثم اتاحة الفرصة لي للمشاركة وتعظيم القيمة وتعظيم العوائد الخاصة بي. التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وتأكدت يعني كل الابحاث سيادتك والنظريات اللي موجوده ان اي تصنيع زراعي بدون ماده خام لا قيمه له. واحنا حاليا سيادتك بكثير من الشركات القطاع الخاص ولسه يعني محققين عاملين سيادتك نموذج شراكه مع شركه من اكبر الشركات اللي موجوده في التصنيع الزراعي بحكم وجود الماده الخام، وده تجسيد حي على فكره ان الدوله هي اللي بتتبنى فكره الضخ الكبير على هذه الاستثمارات، وياتي بعد ذلك دور المستثمر من القطاع الخاص. شراكات دوليه في كافه المجالات، واحنا سيادتك ده بنحققينه مع شركات روسيه وصينيه، وحاليا في مذكرات تفاهم سيادتك ونعمل على ذلك سيادتك أسرع وقت ممكن. مقومات النجاح، احنا أمام سيادتك مورد بشري دائما سيادتك كما ذكرنا ان احنا أمام مورد بشري بنحاول نعده دائما عشان يخش سوق العمل، ياخد مقومات كبيرة جدا، بيتدرب في مشروعات كبيرة، يعني لم يتمكن القطاع الخاص من تدريبه في هذه المشروعات لانها مشروعات ضخمه جدا ومتاحه ليهم. بنتكلم عن رقمنه وتكنولوجيا المعلومات، بنتكلم سيادتك عن تحول رقمي، دور كبير جدا في عمليه الرقمنه وتكنولوجيا المعلومات، من اول ما البنيه التحتيه اللي احنا بنقوم بيها في الارض، مرورا بالزراعه، عمليات المسح الرقمي والبصمه الطائفيه وحاجات كتيره جدا لتحديد حتى كميه المياه اللي النبات بياخدها وايه الكميه المثلى ليها، ومراقبه الخزانات الجوفيه والمياه السطحيه. واحنا هنا برضو سيادتك وايضا التنبؤ وفكره الداتا اناليسيز والسوات اناليسيز احنا دائما بنشتغل عليهم، بنتكلم عن بحث علمي بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعيه وسيادتك كليات الزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية، بنتكلم عن بورصة سلعية، وإحنا هنا سيادتك بنعد لشركة تحول رقمي بالاشتراك مع وزارة الزراعة ووزارة الري، هيكون لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي المصري. نتكلم عن شركاء النجاح، حقيقة سيادتك فندم هو في تعاون كامل جدا، والهدف الرئيسي هو إنجاح الدولة المصرية. الجهاز ليس يعمل لا يعمل لوحده مفردا بل مع كل الوزارات، ولكن على سبيل المثال وليس الحصر بتتكلم على وزارة الزراعة والتعاون في زراعات الإكسار وتجارب التقاوي وتوفير واعتماد التقاوي، بحوث زراعية، تحليل تربة، إجراءات تصنيف حقلي، جهد كبير جدا من وزارة الزراعة. وأيضا وزارة الكهرباء اللي بتنفذ أكثر من 3500 ميجا فولت أمبير في جميع أنحاء الجمهورية لمشروعات الدولة. أنا بتكلم بس سيادتك على جهاز مستقبل مصر، ولكن تنفذ في توقيتات سريعة جدا ودايما بتسعفنا في الخطة الزمنية. بنتكلم على وزارة الموارد المائية والري، توصيات كبيرة جدا، تحكم سيادتك والرقابة على المخزون الجوفي والرقابة على المياه، ودايما سيادتك في يعني دعم كبير جدا ودعم فني في محطات معالجة الصرف الزراعي والمآخذ اللي موجودة سيادتك اللي احنا بنستخدمها، ووزارة الاتصالات والتخطيط ووزارة البترول والثروة المعدنية. ده فندم حاجة بسيطة من الشركات التي تتعامل سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال الاستزراع أو في مجال الخدمات الزراعية اللي بتتعامل مع الجهاز، وأيضا المكاتب الاستشارية. احنا بنتكلم في 1000 شركة سيادتك وأكثر من 200 مكتب استشاري بيتعاملوا مع جهاز مستقبل مصر. مستقبل مصر في أرقام،
سريعا يا فندم، احنا كنا بنتكلم على الماضي وبنتكلم على الحاضر والمستقبل. الحاضر ما نحن فيه واحنا يعني اطلعنا الحضور عليه، لكن احنا بنتكلم على المستقبل اللي بنوعد سيادتك بيه يا فندم وبنوعد الشعب المصري بيه. بنتكلم على 4.5 مليون فدان استصلاح، بنتكلم على ايدي عامله 3.6 مليون، بنتكلم على راس مال عامل 675 مليار، بنتكلم على انتاج محلي 25 مليار جنيه، بنتكلم على احلال واردات 3.7 مليار دولار، بنتكلم على أكتر من 1200 شركة، بنتكلم على مصانع 34 مصنع، بنتكلم على انتشار في جميع محافظات الجمهورية بدلا من 18 محافظة، بنتكلم على 3000 ميجا فولت أمبير في جميع مشروعات الجهاز بدلا من 700 ميجا فولت. تمام سيادتك يا فندم، اسمح لنا يا فندم نقدم الكونفرنس لمشروعات الجهاز لافتتاح موسم الحصاد. بعد سيادتك المهندس أحمد صبحي مدير مزرعة الإرادة بالنبرية. صباح الخير يا فندم. مزرعة الإرادة بالنبرية مساحة المزرعة 5000 فدان منزرعة بالأشجار البستانية، ومنها المشمش، النكتارين، الكمثرى، البرقوق، اليوسفي بأنواعه، البرتقال الصيفي وأبو سر، ليمون اليوريكا، الجريب فروت، والمانجا بأنواعها. وبسم الله نفتتح موسم جني الثمار يا فندم. أي يا عمر يا فندم. الدكتور محمد عبد الهادي مستشار زراعي بالإدارة الزراعية. صباح الخير يا فندم. قطاع السادات إجمالي مساحة القطاع 45 ألف فدان. الزراعات الموجودة بالقطاع بنجر السكر، البصل، البطاطس، الفاصوليا، الفراولة، الطماطم، قصب السكر. احنا سيادتك في قطاع قصب السكر مساحة القصب 900 فدان. هنبدأ سيادتك الحصاد الآلي لقصب السكر، ودي تعتبر سيادتك أول تجربة في مصر إننا نستخدم الميكنة في حصاد القصب. استخدام الميكنة بيساعد إننا نعمل حصاد لمساحات كبيرة في وقت قليل، وبالتالي بيوفر معايا في وقت الحصاد ويحافظ على جودة المحصول. أي أوامر يا فندم؟ المهندس محمد بهجت مهندس زراعي بقطاع الضبعة. صباح الخير يا فندم. احنا النهاردة في قطاع الضبعة جهاز مستقبل مصر بيتم افتتاح حصاد محصول القمح للموسم الزراعي 2023-2024. تم زراعة القمح داخل القطاع لغرضين: الغرض الأول إنتاج وإكسار التهاوي لزيادة المساحة المخصصة لمحصول القمح الموسم القادم 2024-2025، الغرض الثاني التوريد إلى المطاحن لإنتاج دقيق الخبز. بسم الله نبدأ الحصاد. أي أوامر يا فندم؟ تمام سيادتك فندم. اسمح لي يا فندم بشكر سيادتك بالنيابة عن كل العاملين بجهاز مستقبل مصر سيادتك بكافة فئتين مدنيين وعسكريين على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا العمل التنموي العملاق. جهاز مستقبل مصر فندم رؤية رئاسية جديدة شاملة للتنمية الاقتصادية، طموح مدروس، جهد بلا توقف، علم وتعلم، خبرات وشباب، شراكة وتنمية، سباق مع الزمن، شعب يستحق. تحيا مصر، تحيا مصر يا فندم.